علي قاعد اكلمك انا. ايش فيك تناديك تعطيني ظهرك تمشين؟ ترى ما سويت شيء غلط، انا واقف ويا البنت. قالت تبي تدربها، اقول لها لا. ويابت لي هالقهوه. صح كلام الاخ طلال. انا بس كنت ابي يدربني. لانه هو ما شاء الله اشهر من نار على علم، وايد يفهم بالخيل. الأخ طلال قلتي لي اللي حافظة كل تحركاته، لدرجة أنك أنت من قبل سنتين عارفة أنه فاز بالمركز الثاني لأن وضعه صعب ونفسيته تعبانة. ترى إحنا بنات ونفهم بعض زين. داليا لو سمحت لا تتوقعين أني أنا غبية ومو فاهمتك. ترى أنا أدري إنك أنتي اللي تبرعتي حق طلال وألقتي حياته، مشكورة وما كسرتي. بس قبل فترة أنا حذرتك، قلت لك خليك بعيدة عن حياتي، وقلتي لي إنك أنتي ماشية بطريق الحق. هذا طريق الحق اللي ماشية فيه؟ أبهرتيني. شفت الشجاعة اللي تكلمتي عنها؟ أنا أملكها وأعرف متى أطلعها. بس انت عارفه شنو الفرق اللي بيني وبينك؟ انا متربيه صح. زوجي حبيبي، يلا انا عزمتك على العشاء. انا ابنك.